نحن نعمل على دعم وحماية مدافعي حقوق الإنسان في بلدان عاشرة من ضمنها بلدان الخليج إضافة إلى إيران وسوريا والعراق واليمن. وقد قمنا بندوة هنا حول حرية التعبير ضمن هذا المؤتمر الذي يركز على حوكمة الإنترنت في الوطن العربي، ولدينا اهتمام كبير جدا بحماية حرية التعبير بسبب الانتهاكات الكثيرة التي تحصل في بلداننا، فيقبع في السجون عدد كبير من الذين لم يفعلوا شيئا سوى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. لقد قلناها هنا في هذا المؤتمر صريحة قوية مدوية أننا سنقوم بحماية حرية التعبير وسنستمر في عملنا هذا بالتضامن مع بقية المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، ولا بد أن الغد القادم سيكون أفضل من هذه الأيام التي تتميز بانتهاكات كثيرة، سنعمل على وقفها حتماً.